إذن الشروط في النكاح لا بد من القيام بها، ولا يحق لأي من الطرفين الإخلال بها، فإن أخل بها طرف فللطرف الثاني حق الفسخ، فللطرف الثاني خاصة المرأة، يعني شروط المرأة إذا أخل الزوج بشروط الزوجة فللمرأة الحق بطلب فسخ النكاح، وهذا واضح. لو شرطت عليه مثلا أن يسكنها في بيت مستقل، فأسكنها في بيت مشترك مع أهله، فإن رضيت فالحمد لله، وإما رضيت فلها أن تطالب بإيش؟ بفسخ النكاح، بفسخ النكاح. هذا هو معنى الشروط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم.